وما قدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس لمصر فقط، حينما وقفت القوات المسلحة المصرية الباسلة ضد الإرهاب وعملياته وضد عمليات التدمير في سيناء، فهي لا تحمي مصر فقط ولكن تحمي العالم كله من ويلاته ومن مخاطره. حكمة قالها سيد الرئيس في كلمتين، قال هو التغيير الحالي النهاردة ده اللي بيحصل في البلاد العربية هو تغيير ولا تدمير؟ أنا عاوز نجاوب على السؤال ده. احنا عاوزين نغير ويبقى ربيع عربي وديمقراطية واحترام لحقوق الإنسان بحق، ولا بنتكلم عن تدمير الأمة العربية والأمة الإسلامية وتفكيكها وتفكيك شعوبها وتفكيك أراضيها وتقسيمها إلى دويلات حتى نقضي عليها تماما؟ هذا هو المخطط الأكبر، هذا هو الجرح الكبير في قلب كل عربي وفي قلب كل مسلم. لازم تعرفوا أوروبا، ولازم يعرفوا الاتحاد الأوروبي، ولازم يعرفوا البرلمان الأوروبي حقيقة الأمور، عشان لما يعمل تقرير يعرض على برلمان زي ده يتعرض بأمانة ويكون معلوماته مبنية على حقائق وليست أكاذيب. هناك مجموعة كبيرة بتقبض عشرات الملايين من الدولارات بتوزعها إلى وسائل الميديا عشان تبث معلومات خاطئة وكاذبة تضلل بها الرأي العام وتصنع بها رأي عام مضاد. وأنا ولعل أقول لكم أن تركيا فيها 6 قنوات، هذا القنوات الستة دول بيبثوا سموم، عارفين الرسالة بتاعتهم ايه؟ يطلع فيهم المذيع يقول اقتلوا ضابط الجيش، اقتلوا ضابط الشرطة، فهو حق لكم ان تقتلوه. هذا هو، هذه الاذاعات والتلفزة التي تبث من تركيا لتشجيع الارهاب، هل هذا معقول؟ هل هذا ضمانة لحقوق الانسان؟ سيدتي شكرا لحسن استماعكم، ولدي الكثير، انا لدي شريط مسجل عن كل الممارسات وكل اللي حصل في تركيا انتهاكا لحقوق الانسان، ولدي تقرير كامل، وكنت اود ان السيد فريج يتعرض في التقرير لتركيا ايضا كما تعرض، لانه حينما تحدث عن المفوض لحقوق الانسان سامي كان بيتحدث عن مصر بس وسوريا، لكن نسى او تناسى تركيا وكل ما جاء في التقرير في نفس الاجتماع وفي نفس اللحظة. كنت أود أن يكون منصفا وأن يكون مهتم وأن يستقي معلوماته من مصادر حقيقية صادقة. شكرا سيادة الرئيس. لو حضرتك ما عرفتش من أصدقاء حضرتك في البرلمان